مدشاني واي كان قيب غلان حبنا ترابادان او كتير سيون غلاها وزيرة السومالي لان علماء الدين ايه مرتي شرف كلاه ايه وچيد كيدا قو دارانا سو حلشتا عشارة كسابسان تفسير كا قرآن كا كريم كا ام دافر سنا وبر يار دي قاردي سافر بغلو عردي شيخ محمد شيخ اسماعيل كاسو او كوبر اي مسجد كويا لقل بيت كارجيسا مدشاني واهيد متسوين لو سواق اسماء يا وحو غورين بدا فوري كانها اللي شيخ محمد شيخ اسماعيل يسوقونا كور رمي مرحلة ديه يترى دار ديداني وبراي تفسير كالقرآن كريم كا بقصد كيه وچيدادا اغوويني وحويان انان كو اكرامنو قرآن كريم كا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي با قرآن كوحو كويري ننكا أستامها الروح أستامها قرآن ككرامية تاسي وحي دليل أتهي إنو الروح إيمان ليه دادك أن حفلة ده كالتغينة حفلة ده قرآن كأيغو فرحصن إيمانية وحي كمر خاتي تهي إن يهين داد أهل الإيمان إن شاء الله تعالى عشر كان تفسير كقرآن كأه داد إلا الله بب قل أوقف أبا دقي سنشري رقيا دمر دأول بنا ويلهاين دأول بنا ويلهاين أرديدنا معلكو ضويت على معلكنا أرديدو ضويت على مساجد كاسانا لغودة برانشري يجيستو دا يقونا وحاد الكيس كدبا قاتي عبنا كتير سن علماء دا واوين دالكا يوزير كوري وزارة الدين تي أوقافتا ومناسبة دا كقيب قلي يقونا الشيخ محمد شيخ اسماعيل وقوهن بلي بريستا تفسير كقران كريم كا وحفلت قيمة بضن إلهي سبحانه وتعالى وحينو كبرينا إن الله ينقاق بلو شرسة خاصة أو إلهي إنو كوينين إنو إلهي يقول دواننا الله إنو قدقو بدأ إنو قيامة إن شاء الله درجة إلهي إنو قصيه الله إنو قدقو تبارك وتعالى في ميزان حسناتها الله إنو قدرو إنت كسو شقيسي إهين ديستي إيكو هول قشينا أجر كيدي إليه هنا إلهي سبحانه وتعالى هو أقبلو وحان هو أن معاذ أغقى لسان ee uu raaciyay inay tahay quraanka uu soo diray isaga ayuu ku noqon karaa qof in dheer garada isaga ayuu ku noqon karaa qof xasiloon asaga ayuu ku noqon karaa hoggaan wanaagsan ilaahay carabka uu wanaajiyo codkiisana allah uu wanaajiyo kii ku dayasho wanaagsanna allah ay naga dhigo كي إلهي دتك عدكيس إيو وانديس إيو عقونتيس وفافين إيو دتك إلهي قال لنا الله كردكم شيخنا الساسة بقود عينينا اللي دينت وحبوا بها أنتين لقود لقمة هالدين لقود لقمة وايو دي وحبوا ما يأنفع وي مركا حوي وحبوا لو باهي إن دتك اللي يهدو دين تكود لقمة قفهم وحقرين أنا وحب لونيني ويري يا هيبا وحينا سيكو بيابا هدين نشاهل نهي وقفكم أنا وحبا قرنين يا برونا الله يبارك سلا كل علماء تغاني لكن وحبا إنه قالوا لنا يقف في القرآن كذي الدين ترى هو قرنيا من أنا هو كذا فيا وابتدي نو قد رمبا كل قالان جو بجري ساجد باك أيامه ففدي جري ساجد كدرس وحلا أخ إسلام قالان أخ أودع تدورات الجر كرود أفتوا مساجد كدرس لا إسلام بمساجد كي وسوق رعبي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص هيسها ان يكون كبها إن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب الله يكون هناك اشخاص يجب ان 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 يكون هناك اشخاص gabagabadii madasha waxa soo gunaanaday wasiirka diinta ayaa waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil isagoona ka hadlay muhiimadda uu leeyahay tafsiirka ayaa akhriska Qur'aanka Kariimka waayay duruus subhanahu wa ta'ala sharaf iyo karaamo ay kitaabka dhaxyeelay waa kitaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu yeelay ama dhaxdhigay in iftiin balaaran oo ah hanuun Ilaahay ku hanuunayo ummada muslimiinta ah khayrki Ilaahay uu sheegayo Ilaahay uu tilmaamayo ولكن waxay dhaadaan qofka duu doonayo inuu ilaahay la hadlo waa inuu salaad galo haduu doonayo ilaahay say inuu hadal ka dhageysto waa inuu quraankiisa akhristo iyo fariintiisa uu akhristo runtii kitaabka ay soo saday ee sheekh maxamed duu 4 sanooda uu soo waday ee uu tafsiirkiisa iyo macaanidiisa dadka u sharxayay in badan baa ka faa'iiday
waxaan Ilaahay ugu barayaa inuu miisaanka xasanaadkiisa u geliyo tacabkiisana Ilaahay ugu xasiliyo gabagabada Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaaliya Hargeysa.